التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء ومتابعين الكرام، وتواصلنا يستمر حيث يسير على بركة الله وتوفيقه شوطنا 16 الخاص بالجعدان اللقاية المهجنات الأصايل. انطلاقة موفقة نتمناها للجميع، ونسير إلى مقدمة الشوط ونتابع المركز الأول والصدارة الأولى شامان. شامان اللي شام منذ البداية بشعار ضاحي بن أحمد بن عبد الله بن ضاحي اللي يحتل مقدمة الشوط والمركز الأول، بينما دخول على المركز الثاني من الطياري لعبد الله بن هضبان بن مبارك العامري، بينما في المركز الثالث مشاكل متواجد بشعار حمد بن راشد بن مفتاح الشامسي، بينما في رابع المراكز يأتي الشارد سعيد بن علي بن سالم بن علي الاكتبي يحتل المركز الرابع، بينما في المركز الخامس منذر الهلال بن درويش بن عاطف المزروعي، وسابع المراكز نشوف عالي لعبد العزيز بن سلطان بن تريم الاكتبي، بينما في المركز الثامن رواد لعبد الله بن سيف بن مصبح المسافري. اما في تاسع المراكز من الجانب الاخر ها هو ايضا مشهر بشعار سعيد بن هلال بن حمد المحرمي، وعاش يتقدم في جميل سالم سعيد بن كاسب المسافري. هكذا متابعينا الاعزاء ومشاهدينا الكرام النتيجه للعشر المراكز الاولى، وهنا لمسامعكم هذه الاسماء اللي سيطرت منذ بدايه الانطلاقه ومنذ باندفاعت هذه المسيره اللي تسير بهذه الكميه الهائله من الاسماء والشعارات العملاقه اللي تسجل لها بصمات في بدايه الموسم. عوده الى مقدمه الشوط، عوده الى المركز الاول، واللي غير على مقدمه الشوط رواد، رواد لعبد الله بن سيف بن مصبح المسافري اللي انطلق وغير الى مقدمة الشوط والبداية، بينما في المركز الثاني عالي لعبد العزيز بن سلطان بن تريم الاكتبي يتقدم مع عالي اللي يبحث عن المستوى العالي في هذا الشوط من خلال الانجاز، بينما نتابع المركز الثالث ها هو يتقدم الطياري عبد الله بن هضبان بن مبارك العامري يتقدم الان ليحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع أدهم سعيد بن حمد بن مزلح بجمهور الأحباب، والمركز الخامس جميل سالم بن سعيد بن كاسب المسافري، بينما مصورنا عطنا لقطة شاملة لبقية الأسماء خلف الكادر الإعلامي، وثم ارجع وعود إلى مقدمة الشوط، عود إلى البداية إلى شعار المسافري اللي مسيطر الآن في مقدمة الشوط. وفي المركز الأول رواد عبد الله بن سيف بن مصبح المسافري في مقدمة الشوط، ولكن حصل تغيير، حصل دخول وتسلل الآن من عالي لعبد العزيز بن سلطان بن تريم الاكتبي، غير إلى مقدمة الشوط، بينما في المركز الثالث اللي واصل على ثالث المراكز ميسور لسالم بن علي بن سالم بن سعيد العامري، وأول ندى له بالفعل، بينما في المركز الرابع جميل لسالم بن سعيد بن كاسب المسافري، بينما في المركز الخامس الظبي قادم لسلطان بن احمد بن ثاني الفلاسي، واصل بن ثاني ليحتل المركز الخامس في هذا الشوط في هذا المسار، يقدم الظبي، بينما سيل جارف من الاسماء من الشعارات اللي بدات تغترب الان، تغترب من لوحه الاعلان الاخير، 1200 عن خط النهايه، 1200 مشاهدين الاعزاء، ولكن هنا مسيطر عالي على مقدمة الشوط على المركز الأول لعبد العزيز بن سلطان بن تريم الاكتبي في مقدمة الشوط، وفتحة بوابة الكيلو المتر الأخير يا راعي عالي، روح وركز التركيز، نطلبه من كل المضمرين، عبد العزيز بن سلطان بن تريم اللي مسيطر، بينما بن كاسب قادم مع جميل سالم بن سعيد بن كاسب المسافري، بينما في المركز الثالث واللي تحرك الآن الظبي اللي تحرك
الشباك الآن وغير إلى المركز الثالث سلطان بن أحمد بثاني الفلاسي، ولكن بوهادي اليوم ما عنده الهادي، بوهادي ما عنده الهادي، غير مع أدهم سعيد بن حمد بن مصرح بن جمهور الإحبابي وشعار الزرعي غادم الشبابي خميس بن مسلم سليم الزرعي واصلا بو عامر ليحتل المركز الخامس. والمعركة المعركة بدأت جولة الأوامر النهائية. حرك وروح يلي تبي السلامات، يلي تبي الانتصار، الضبي على الصدارة، الضبي على المركز الأول. صدرت عليه التعليمات، صدرت عليه الأوامر، سلطان بن أحمد بثاني البلاسي الشبابي غادم خميس بن مسلم سليم الزرعي واصل مع المركز الثاني، ولكن اللي ما يبنى لطاري ابدا الا في هذه اللحظه مسامح هو سماح غير لعبد الله بن حمود بن ياسر اليحافي. واللحظات الاخيره اللحظات النهائيه، سلامي لاهالي الابيض، تهانينا يا رعي سديوه على هذا الفوز ولحظات الوصول الى خط النهايه. ها هو مشاهدينا الاعزاء بينما وصل في المركز الثاني، ضبي سلطان بن احمد بن ثاني الفلاسي، المركز الثالث وصلنا الشبابي الخميس بن مسلم بن سليم الزرعي. هكذا متابعينا الكرام النتيجه للثلاث المراكز الاولى. عوده الى ايضا التهنئه والناموس لعبد الله بن حمود بن ياسر اليحافي على فوز سمح بناموس هذا الشوط. التوقيت الزمني 6 دقائق 17 ثانيه. تهانينا والناموس.